طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لاعبي فريقه بعدم التقليل من الإسماعيلي بعدما خسر من المصري برباعية مساء الخميس ضمن مواجهات الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمباراة الإسماعيلي غدا الأحد في بطولة الدوري باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز. وحس سواريز لاعبي الأهلي على ضرورة الاجتهاد والتركيز في مواجهة الإسماعيلي بالدوري لأن المنافس قوي ومن أقوى الفرق المصرية، حتى لو خسر بأربعة أهداف لهدف أمام المصري في الجولة الماضية من مسابقة الدوري. وكشف مدرب الأهلي للاعبيه أن مثل هذه المواجهات الكبرى دائما ما تكون لها حسابات خاصة، لذا لابد للجميع في الفريق أن يخوضها بكثير من التركيز والجدية والإصرار من أجل الفوز. وشهد مران الأمس محاضرة من سواريز للأهلي تحدث خلالها عن أهمية الفوز في لقاء الدراويش والحفاظ على الشباك النظيفة وعلاج الأخطاء التي ظهرت في مباريات الفريق الأخيرة، ومنها عدم استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى المنافس. فيما واصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق أمس الجمعة بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم. وحرص البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للاطمئنان منه على أحوال اللاعبين المصابين بالفريق. وتحدث سواريز مع أبو عبلة عن تطورات المصابين وموقفهم من البرامج التأهيلية التي يخوضها كل لاعب حاليا استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية. وتضم قائمة المصابين في الأهلي كل من محمد شريف وعمرو السلية وحسين الشحات وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، فيما تماثل أكرم توفيق من إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي وشارك في تدريبات الفريق الجماعية وبات جاهز للمشاركة حسب رؤية الجهاز الفني.